صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر الملكي رقم 40 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء. وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي: يشكل المجلس الأعلى للقضاء من كل من المستشار عبد الله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن فضل البعينين، النائب العام القاضي عبد الرحمن السيد محمد السيد أحمد وكيل محكمة التمييز، القاضي معصومة عبد الرسول عيسى وكيل محكمة التمييز، فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان وكيل محكمة التمييز، فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور وكيل محكمة التمييز، القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وكيل محكمة التمييز، المستشار أسامة علي العوفي المحامي العام، القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام، القاضي محمد ميرزا محمد أمان رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية، القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور وكيل المحكمة الكبرى المدنية، المستشار حميد حبيب أحمد المحامي العام الأول سابقا. وتكون مدة عضويتهم في هذا المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.